اليوم راح أسوي معاكم أكلة قديمة سويتها معاكم قبل فترة، مطولة ما سويتها لكن لذيذة لذيذة. أهم شيء إنها بالخضار، خصوصاً اللي ما يحبون أطفالها الخضار تدخلها لهم في الأكلة دي وأكيد يحبونها. هي أكلة بالخضار مقليات، أكلة أندونيسية بلا بلا. راح نبشر الخضار كلها، اللي ما عندها محضرة الطعام ممكن بالمبشرة العادية. تبشر الخضار كلها، راح أبشرها أرجع لكم. وهذه الخضار بشرتها، حطيت أنا جزر، كوسة، بطاطس، ملفوف، وأنتي ممكن تحطين أي خضار عندك وحبتها. هذه الخضار عندي قستها بالكوب المعياري، 5 أكواب عشان بيدنا الريبون بالمقدار. 5 أكواب بعد ما بشرتها قست 5 أكواب حطيتها عندي هنا، ونشوف الخطوات اللي بعدها. عندي هنا دقيق، بابريكا، بهارات مشكلة، كركم، ملح، فلفل أسود، كمون. وهنا عندي مكعب ماشي، ممكن تحطينها بموية بس، لكن هذه زيادة الطعم. مكعب ماشي راح أذوبه في كوب موية ساخنة. نخلط هذه المقادير، الدقيق مع البهارات مع الملح، وننزل عليها 3 حبات بيض. ممكن استبعاده اللي ما تحب البيض، لكن حلو يعطيها خفة عشان ما عليها بيكنج باودر. ونضيف عليها المرقة اللي ذوبناها، مرقة ماجي اللي ذوبناها في الموية، وحركيها لحد ما تنعجن مع بعض. بعدين راح نضيفها على الخضار. وهذا الخليط عندي تمام كذا، وراح انزله على الخضار اللي عندي هنا. وممكن مباشرة تحطين الدقيق والبهارات والبيض وكله على نفس الخضار، بس هذه اسهل في العجن وارتب. ونقلبها مع بعض وكذا عجينتي تمام. ممكن تخلينها 10 دقائق ربع ساعة كذا بس تذبل الخضار، وممكن تخبزينها على طول، تقلينها في الزيت على طول. أنا أحب أخليها شوية، راح أخليها لحد ما أجهز للتغميسة معها. تغميسة ممكن صلصة طماطم، صوص طماطم، ولا ممكن زبادي، وحطي عليها اللي تبغين. ممكن مع شبت، مع بقدونس، ذكرت ما أضفت ورقيات، راح أضيف الورقيات. كويس اللي ذكرتها قبل أسويها، كان انقهرت. هي الورقيات أحس اللي تعطيها طعم حلو. أنا حسيت في شيء ناقصها من البداية، إن شاء الله كده ماني ناسية شيء، بس لكن لو نسيت أنا ما راح أنساكم، وأكتب لكم المقادير كاملة بإذن الله. هي مكتوبة راح أنزلها لكم. نقلها على نار متوسطة، قلبيها من الطرف الثاني لحد ما تتحمر معك. إذا استوت معايا شوفوا لونها كيف، ذهبية حلوة. نار متوسطة مو عالية عشان تستوي لك من جوا كمان. لذيذة روعة وسهلة ومفيدة للأطفال. صح إنها مقلية بالزيت، بس يلا مو تكثرون منها، يعني باستمرار يوم واحد ما راح يأثر. وممكن تسوونها في الفرن ولا في القلاية الهوائية، تحطونها في قوالب الكوب كيك ولا في صينية كبيرة وتدخلونها الفرن بعدين تقطعونها.
مرة مفيدة وحلوة، كلها خضار وبيض و يعني أشياء كلها حلوة، وممكن تدخلون معاها الخضار اللي انتو تحبونها، التغميسة اللي تحبون. أنا حطيت هنا زبادي مع مايونيز مع جبن سائل، ثوم، ورق الريحان، اللهم صل على محمد، ورشيت عليها شوية بابريكا. وندوقها. يامي، لذيذة. التغميسة ممكن أي تغميسة عندك، ممكن الصوصات الجاهزة، في صوص الشتني كمان لذيذ ولايق معاها، هندي، وممكن شطة كذا، الدقوس حق الشاي اللي نسويه مرة لذيذ. يعني أي تغميسة أنت تحبينها حطيها، لا تلتزمين بتغميسة محددة.